السلام عليكم. بخصوص أسعار السيارات وما لوح به بعض من لهم خبرة كبيرة في مجال استيراد السيارات، فإن السيارات الأوروبية لن تكون في متناول المواطن الجزائري، وإنما ستكون هناك سيارات آسيوية، أي المقصود منها سيارات صينية وهندية، هي من تلبي رغبة المواطن الجزائري في شراء سيارات جديدة. علامة شيري التي حصلت على الرخصة المسبقة نتمنى أن تكون من بين 14 متعاملا الذين سيشرعون في استيراد السيارات، كذلك سوزوكي والتي من الممكن أن تكون لها سيارات في حدود 140 مليون سنتيم. هناك شريحة واسعة من الجزائريين لا يمكنهم شراء سيارة جديدة حتى وإن كانت بسعر 140 مليون سنتيم، بل يستطيعون شراء سيارات مستعملة، بينما هناك شريحة واسعة من الجزائريين يمكنهم شراء سيارات جديدة في حدود 140 إلى 200 مليون سنتيم، وهذا انتظارا لاستيراد السيارات، لأن أسعار السيارات المستعملة هنا أسعارها غير معقولة وغير مقبولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.